مكمل هنا بقيت اللايت سكالبتنج وعايز احط الفوليومتريك لايت. يمكن انا حابب احط الفوليومتريك لايت ورا العمارة دي. هوقف الاي بي ار وكنترول اس وهروح لبلجنز وهحط لايتس وارنولد سبوتلايت. مبدئيا هخلي السبوتلايت ده التارجت بتاعه الكار. المفروض كنت اعمل كده من الاول لكن اعتقد نوع من الكسل. ناخد دي ورا كده وناخد هنا ونصغر الكون. تمام بالشكل ده كده يعني يبقى في ناحية زي دي. وهروح ل الاي بي ار واشغل الاي بي ار. ده هنخلي الانتنسيتي بتاعته عالية شوية. عايز اخش بزاوية كده مثلا و عايز اعلي الاكسبوجر بالشكل ده وعايز اروح لديتيلز و خلينا في البلو. كده بعد كده زي ما اتفقنا كرييت ارنولد فوليوم اتموسفير واقول له اتموسفيرك سكاترنج. لحد حالا هو مش هيشوف الاتموسفيرك سكاترنج الا لو رحنا للانفايرمنت ومنها حطيناه في الاتموسفير. نقفل ونروح للاتموسفيرك سكاترينج ونزود الدنسيتي شويه. تمام كاست فوليومتريك اعتقد ان في كام لايت نسينا ان احنا نشيل الفوليومتريك زي ما انا قلت. ما ننساش الحتة دي. نرجع تاني للاتموسفيرك ونزود الدنسيتي. تمام ونزود الاتنيويشن. اتنيويشن عشان ناخد رياليتي احسن لان لو سبناه سوليد كده مش هيبقى شكله ريل. نروح هنا لللينز ريديس ونوسع اللينز ريديس شويه وما ننساش ان احنا زي ما قلنا ما عندناش حاجه اسمها هارد شادوز او هارد ايدجز. سامبلز لازم تعلى شويه وما ننساش الفوليوم سامبلز لازم تعلى هي كمان شويه وهنا السامبلز تعلى شويتين ثلاثه.
تمام بالمنظر ده كده. نروح للسبوت لايت، نعلي الاكسبوجر شويه. في الديتيلز حابب اخليها قرب الهوت كالرز، تمام، حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. فاضل حاجه واحده او حاجتين بحيث ان احنا ندي رياليزم بزياده شويه. يعني المفروض عايز ادي وسع للمكان كان في لسه ضوء بره او كان المكان له باقي بره. فالحركه دي على فكره تيجي باللايتس. اهو حاجه زي دي، حاجه زي دي تيجي باللايتس ازاي؟ لو احنا رحنا للبلجنز وحطينا بوينت لايت، كالعاده لو خدنا بالنا البوينت لايت هيأفكت الفوتومتريك، اسف الفوليومتريك. في الحاله دي بصراحه انا عايزه يأفكت الفوليومتريك، يعني انت حر، انت حر في الديزاين بتاعك، بس انا حابب ان هو يأفكت الفوليومتريك عشان ادي ان في هنا اكسترا، في هنا لسه حاجه، في 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 حاجه بره. لو احنا جينا عملنا كده ورفعنا ده كده ورحنا للمين رفعنا الانتنسيتي مش قوي ورفعنا الاكسبوجر سنه كنترول اس، نروح هنا في التوب عشان اشوف اللايت ده فين. لو رحنا قلت له افكت فوليومتريك، لا مش هيدي اللي انا عايزه بصراحه. وان كان ممكن ان انت ممكن انك انت تستعين بحاجه زي كده، انا مش عايز اعمله بالطريقه دي، لكن هنجرب حاجة. لو انا رحت هنا كده وقمت عامل دوبليكيت من اللايت ده وقمت موديه الناحية التانية، بس هحطه ورا اللايت ده، هقول له يأفكت الفوليومتريك. تمام بالشكل ده كده وبالمنظر ده انت اديت بعد للمكان نفسه، ان لسه في حاجه ورا، في حاجه لسه بره، حاجه لسه بره المكان ده كده شويه. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لو رحنا من زوايا الكاميرا او الكاميرات بتاعتنا، لو احنا فتحنا ده ورحنا هنا
اخر لايت خليه كده مثلا كده كده هو باين من من الزاوية دي ومجرد اختيار اختيار مكان مش اكتر. جميل. فاضل كام حاجة بسيطة قوي 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 في السين دي. الكام حاجة دول ان احنا الفيل لايت والاي اي اس لايت. طب اول حاجة الفيل لايت، لو انا رحت هنا لارنولد سكاي تمام، وهنيجي هنا في الباك جراوند دنسيتي طبعا ولا الهواء هنا اهو، لو رفعنا الاكسبوجر مش هيديني حاجة. مش عارف، انا حابب ان انا اروح هنا واشيل فولو سكاي انتنسيتي واشتغل على الانتنسيتي، بس حاسس ان هو مش شايفها، فهنروح هنا ل ال دوم لايت ونرفع السكاي. انا متهيألي ده هو اللي عايز ابديت، ونشيل افكت فوليومتريك كالعادة. تمام، و سنة ننور الدنيا. لو هنطلعها كده تمام، لكن انا هقفل مؤقتا السكاي دوم لايت وهروح على البلجنز وهحط المرة دي فوتومتريك لايت. الفوتومتريك لايت هنرفعه كده شوية وناخده كده شوية، مش هيأثر على أي حاجة. هقول له Effect Volumetric لأ، تمام، و Ctrl S. والفوتومتريك لايت ده عايز أحطه عند عمود من دول، وهقول لكم ليه. هو أنا هحطه عند عمودين بس، عند ده. خلي بالك ان السهم ده هيشاور في الاتجاه اللي اللايت هينور فيه. نجيب الفرونت ونيجي كده ونلف ده كده او العكس 180 وناخده سنة قدام.
الفوتومتر كلايت عايز اي اي اس فايل نيم. الاي اس ده عشان نجيبه هنروح لكونتنت براوزر وفي البريسيتس هندور ب اي اس. هنقول له سيرش هنلاقي هنا كتير قوي. هنعمل اندوك انهم كتير فعلا. ومن هنا نقي ملف الاي اي اس اللي انت عايزه. في هنا كتير قوي قوي قوي. تمام زي ما انت عايز. انا هاخد مثلا وليكن واحد زي ده انزله هنا. تمام انت طبعا نقي اللي انت عايزه. هنرفع الانتنسيتي. افكت فوليومتريك. وهنرفع الاكسبوجر شوية. تمام بالشكل ده كده. هي بقى الفكرة ان احنا عايزين نزق كده كده. ممكن ناخد فايل نيم تاني. ممكن ويندو كونتنت براوزر يس. نحط ده في الفيفورتس. وعايز اخد فايل البداية بتاعته ضيقة يعني او في تفاصيل كتير. ممكن حاجة زي دي. ونخف الانتنسيتي سنة.
طبعا انت هتظبطه زي ما انت حابب. بس نيجي هنا وعندنا السامبلز هنزودها شوية، وعندنا الانتنسيتي هنقللها سنة. ممكن طب راحتك تختار الفايل اللي انت عايزه من الكونتنت براوزر. انا بصراحة حطيته فوق احسن واظرف يعني. ممكن بقى نعمل دوبليكيتس ده و ناخده من كاميراز وتوب. واخد تطبيقات واخد هنا وتطبيقات هنا. طبعا عايزين نظبطه نطلع لفوق، هطلع ده فوق وهطلع ده فوق. بس انا متهيألي يطلع فوق ويخش جوه. لا هو متهيألي كده كده تمام. الاي بي ار عايز يتفتح تاني. جميل. ممكن نحط على افكت فوليومتريك. تمام. بس هاخد الاكسبوجر لورا شويه والانتنسيتي نفس الموضوع لورا شوية. ممكن في الديتيلز نشتغل على التمبريتشر ونخلي التمبريتشر بالمنظر ده كده. طبعا زي ما انت حابب، زي ما قلت عايز تحط انتنسيتي حط، مش عايز ما تحطش. لكن لو احنا عملنا السكاي دوم لايت، طبعا الافضل ان هي تتعمل بهيدر. لو رحنا لتيكتشر، مش عايز اضيع وقت في الموضوع ده، بكده نكون وصلنا للشكل النهائي من اللايت اكسبلوريشن في ارنولد. هتكلم في المحاضرة اللي جاية على الريندر سيتنجز وازاي ان احنا نطلع الصورة يعني على قد ما نقدر من غير نويز، ووقت ريندر يكون مقبول وكواليتي تكون كويسة. اشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله.